مرض السلطان سليمان الذي أفرح أوروبا، والحكايات عن أن زوجته هوريم كانت تقوم بإعداد الأدوية المسكنة لتهدئته. هذا هو موضوع هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة، وذلك استنادا لما ذكر في كتاب السلطان سليمان القانوني سلطان البردين والبحرين. قبل أن نواصل عزيزي المشاهد، ندعوك فضلا وليس أمرا إلى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات ليصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو وترك تعليق فيه اقتراحك. ذكر في المصدر الذي سبق وأن ذكرناه بأن السلطان سليمان منذ سنة 1550 بدأ في الشعور بأن السن قد تقدمت به، وبدأت أصعب أيام حياته حيث زاد عليه المرض واشتد، ولقد كان يشعر بالحاجة الملحة للخروج في غزوة جديدة تنسيه الفشل المرير الذي سيطر على غزوته الثانية إلى إيران. وقبل كل ذلك أمر ببناء جامع كبير وكلية ملحقة به في حزيران يونيو سنة 1550، ولقد شارك بنفسه في مراسم وضع حجر الأساس لهذا الجامع، ولقد قام بوضعه شيخ الإسلام أبو السعود أفندي. من ناحية أخرى، شهدت هذه الفترة ارتفاع حدة التوتر والصراع الخفي بين أبناء القانون بسبب مرضه والبيئة النفسية التي تمخضت عن جلوسه على العرش لفترة طويلة. ازداد أيضا نفوذ كل من خرم سلطان ورستم باشا وحاشيتهما، وكان لهما تأثير كبير على السلطان سليمان، وكان يسعى لقيادة غزوتين كبيرتين في تلك الأثناء حتى يبعد شبح المرض عنه. وفي تلك السنة التي سبقت مقتل الأمير مصطفى بثلاث سنوات، مرض سليمان القانوني مرضا شديدا، وانتشرت أنباء تدهور حالته الصحية في كل الولايات حتى أنها وصلت إلى مسامع أبعد أعدائه. وأشار كاترولو فيسنتي بوتشيا في خطاب أرسله إلى القصر الإسباني إلى أن السلطان سليمان أصبح عصبيا وحزينا للغاية. ولقد كتب أيضا بأن زوجته هوريم سلطان كانت تقوم بإعداد الأدوية المسكنة لتهدئته. وأما الدبلوماسي البندقي نافاجيرو فروى في تقرير أعده سنة 1553 أن معاناة السلطان الصحية ازدادت في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب مرض النقرس الذي ألم به، وأن أطباء القصر كانوا عاجزين عن إيجاد علاج لتسكين أوجاع السلطان. ولكن في الوقت نفسه فإن حاشية القصر كانت تبذل جهدا حثيثا كي لا يسمع أحد بمرض السلطان. وفي الواقع لم يكن لمرض سليمان علاج شاف، إلا أن الأدوية التي كان يصفها الأطباء كانت من أجل تخفيف آلام المرض المبرحة. ولقد بدأ مزاج عصبي يسيطر على حالة السلطان سليمان مع مرور الوقت بسبب المرض والوهن، ويفهم بأن هذه الحالة النفسية التي كان يعيشها السلطان قد تحسنت واستعادت حيويتها بعد ذلك. في تلك الفترة أيضا تحولت المنافسة بين أبنائه من السر إلى العلانية، بالإضافة إلى التطورات التي كان يشهدها الغرب في ذلك الوقت. ويمكننا أيضا أن نفهم أوضاع الإدارة في الدولة في تلك الفترة اعتمادا على التقارير المؤرخة سنة 1551، والتي أشارت إلى أن السلطان سليمان لم يعد يعارض تدخل زوجته خرم في شؤون الدولة، وأنه أسند مهمة إدارة الأسطول إلى سنان باشا وهو شقيق رستم باشا بتأثير من خرم سلطان. كما أصبح السلطان أيضا يكثر من السفر إلى أديرنا لقضاء أوقاته في ممارسة هواية الصيد، وذلك كلما شعر بالضيق من الأمور السياسية. يمكننا أيضا أن نفهم من المراسلات التي أرسلها السفراء إلى دولهم أهمية الأنباء المتداولة عن مرض السلطان الذي كان أقوى رجل في العالم في تلك الفترة. أعزائي، هنا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.